السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت في هذا الفيديو هذا غنكملوا على الشرح ديال ديك فالا اتروا مع الديرموستا كيفاش كتكابلا. الخوت هذه هي الشيمة اللي كتجي مع فانا اتروا ديالنا هي هذه. الخوت هاد الشيمة هذه ما كيعطيلكش هنا كيفاش تكابلي، غير كيقول لك الالوان ديال الكابليس اللي كيجيو مع ديك الديرموستا. كيقول لك بلي ان النوت راه هي كما كاتبين لك بلو، غادي تكون مكتوبه هاد الشيما باللونجلي، كاتبين لك بلو هي زرقاء هي النوتر، وكاتبين لك بلاك كيدور في الشمال، وكاتبين لك بلاك كيدور في الشمال وبراون كيدور في اليمين. يعني بلاك هو اسود وبراون هو رمادي قهوي ديالنا. هذاك براون ديالنا كيقول لك كيدور في اليمين وبلاك كيدور في الشمال والنوتر. هذه هي الشيمه اللي كتجي، يعني ما صار ما راسمين لكش الترموستا وما راسمين لكش الفانا، انا غير كيقول لك الالوان. الخوت انا حاولت نعمل لكم الكابلاج هنا بهذه الطريقه هذه في ليبورن، حيث الخوت الاغلبيه د هذه لانستالاسيون هذه كيفاش كتجبروها نتوما. هاد لانستالاسيون هذه كتجبروها في الكوفريس بليبورن هايدا، ومني التكنيسيان مثلا ملي كيجي وكيجبر هاد ليبورن فحال هايدا كيتتلف هنا، كيتلف. علاش كيتلف؟ كيجبرك بزاف كابليات، شي داخل من هنا شي خارج من هنا، وما كيعرفش شنو واقع هنا. انا غنحاول نلخص لكم هادشي بواحد الطريقه سهله، وخليكم معايا نوريكم داك الفانا اتروا فين كتركب هي وداك الترموستا، ونجيو نكملوه هنا في الشرح ديال لي بون ديالنا. الخوت هذه هي الفانا اتروا ديالنا، هذه كتركب الخوت الاغلبيه كتركب في حاله الطريقه هذه، كيكونوا الجعب ديال الماديزين في الطريقه هذه، كيكون ثلاثه هاد السونس كيكون هنا، كيكون هذا السونس كدي ديريك كتكون بحال شكل د الطي كما كتشوفوا هنا الطي. واصلا الفانا ديالنا عامله على شكل الطي. هاد الفانا ديالنا الخوت هادي علاش كيركبوا هاد الفانا اطروا هادي ديالنا؟ هاد الموتور هذا هو اللي كيبقى يتحكم لنا فوقاش، يفتح هادي ويشد هادي ولا يفتح هادي. دابا ملي كيكون هادي هاد الفانا اطروا الخوت كتمشي مع لي شونجور بحال هذا. هذا لي شونجور ها هو كما كتشوفوا هنا طويل، هذا لي شونجور، هو داخل له الماء هنا، كيدخل له الماء هنا، ومن هنا كيدخل له الديبار ديال الماء، وكيخرج له من هنا من تحت. هو هذا اللي كتشوفوا، حيت الخوت حنا ما تعمقوش في هادشي ديال لانستالاسيون ديال الماء وهادشي ديال الغاز. كيدخل له الماء بارد، وكيدخرج له الماء سخون من هنايا. وهنا اللي كيدخل له الغاز كتشوفوا عنده جوج دخلات من تحت وجوج من فوق، واحد دخله لونطري ديال الغاز والسورتي ديال الغاز، ولونطري ديال الماء والسورتي ديال الماء. وهذا الخوت هاد الفاناتر علاش كتركب؟ مثلا هاد لي شونجور هدايا كيهبط لنا كيسخن لنا لواحد، كيكوب لنا في واحد البالون ديال ريكيبيراسيون مثلا ديال الماء، وهو كيبقى يسخن المواطر خدامين، وهاد لي شونج كتعدل هنا. وحنا علاش كنعملوا هاد الموتور هذا؟ مثلا باش هدايا كيخوي لنا في داك البالون، ولا داك البالون مثلا وصل واحد 60 درجه حنا ما بغيناش نزيدو نسخنوه. هاد الفانا شنو كتعمل؟ ما كتبقاش ما كيبقاش لي شونجور كيدفع هنا، كترجع كيرجع الماء كيجي الماء من هاد لاسونس هادي، وكيدخل ويخرج هنا، ما كيمشيش لي شونجور. هاد الفانا اتروا هي اللي كتعمل هاد العمليه. يعني الا بغينا ندوزو الماء من هنا ويخرج من هنا، ويلا سخن الماء كنا ما عندناش الغرض في السيركوي هادي اوتوماتيكمون كتشد على هادي، وكيبقى يتفتح هنا، كيبقى الماء يدخل من هنا ويخرج من هنا. هاد الفانا اتروا في الشيما هادي في الشيما شنو كتقول لك الخوت؟ انا كنحاول نزرب باش ما نطولوش الفيديو بزاف. هنا في الشيما اللي راسمين لك يقول لك ملي كتكون كدور لهنا اليمين، كيقول لك ملي كتكون كدور اليمين كتعطي في الكابل براون اللي قهوي، هو الكابل القهوي. وكيقول لك مني كتكون كدور الشمال كتعطي في الكابل بلاك هو كحل، والنوتر كتعطى ديريك. انا غنوريكم لانستالاسيون كيفاش. الخوت هذا الموتور هذا فيه ثلاثه الفيل، ثلاثه الكابليس، فيه النوتر زرقاء، وفيه كابلي كحل، وكابلي قهوي. الكابلي قهوي قلنا كيرجع في اللي كيدور في اليمين، الموتور كيدور ديالنا في اليمين، والكابلي كحل كيدور في الشمال. الخوت مني هاد الفانا ديالنا هذه كما كتشوفوا عندها هذه كتبقى تدور، مني كدور نافات السونس هذه بهذا الشكل هذا، كيبقى الماء يدوز ديريكت، كيبقى يدوز الماء من هنا ويخرج من هنا، كتسد على هذه. ومني كتكون في الوسط هذه، مني كتكون واقفه في الوسط كيفتح فيهم ثلاثه، كيفتح هنا كيدوز شويه الماء هنا وشويه هنا وشويه هنا. ومني كترجع من هنايا للشمال، مني كترجع الناقص للشمال، كيبقى الماء يدخل من هنا ويخرج من هنا، وكيشد لنا على هذه. الخوت هذه هي الترموستا ديالنا كما كتشوفوا هنا، هذه هي الترموستا الغطا ديالها، انا خليتها مفتوحه باش نشرحها لكم. الخوت الترموستا ديالنا كتبدا من 0 دوغري حتى 90 دوغري. الخوت هذا الترموستا هذه هي اللي كتحكمنا في هذا الموتور ديال الفانا اتروا. هذا الترموستا الخوت فين كتكون راكبه؟ كتكون في الركبه في السيركوي فحال هيدا،
كيكون هذا كيكون مثلا هذا الجعبة اللي دايزه من هنا كتكون ثقوبه، وكيكون محشي فيها واحد كيكون واحد التوبو ديال النحاس محشي في وسط الماء، وهذا كيتحشى في وسط داك التوبو في هذا الشكل هذا انا عملته لكم في هذا البراد، كيتحشى بهذه الطريقه هذا كيكون محشي، باش هذا لاسوند هذه ديال الخوت هذا الترموست هذه عندها واحد لاسوند، هذا لاسوند هذه هي اللي كتعبر لنا الطومبيراتور ديال الماء باش كتشد لنا لي كونتاك وكتفتحهم. كاين هنا واحد الكونتاك فيرمي واحد الكونتاك اوفر. دابا الخوت كاين ضو هنا، انا عندي مبرونشيه عندها هذا الكونتاك هذا وهذا مشدود، وعندها الكونتاك هذا وهذا مفتوح. هذا الكونتاك هذايا فوقاش كيكون مشدود حتى كتوصلنا حتى كتوصل ملي كتكون هادي في الزيرو كيكون هذا مشدود وهذا مفتوح. ملي كتكون نطلعوا هادي سمعوا هذا مع الكونتاك كيعمل واحد الصوت، ملي كنوصلوا لهادي مثلا 30 كيفتح. دابا الخوت في الخدمه ديالك فاش كتجيو نشوفوا بعدا الكابلاج باش نشرحوا الطريقه. الخوت نتوما هنا في الكابلاج ديالكم في الطابلو ديالكم ديال الكوفري شنو كيكون عندكم؟ كيكونوا ماجيين عندكم الكابليس بحال هذه الطريقه، هذه كيكونوا ثلاثه الكابليس، هذا ثلاثه الكابليس اللي كتشوفوا هنا كحل وقهوي وزرق، هادو ما ديال الموتور، هادو ما ديال الموتور، وكاينين هادو انا عملتهم بهذا اللون هذا بلاتي نطيح الضوء باش نشرح لكم مزيان. كاينين هذا اللون هذا، كاين هذا الزرق، وكاين هذا اللاطير هذه دوزتها انا، وكاين هادي هادو اللي ماشيين مع بعضهم ها، كاين قهوي وزرق وهذا لاطير، هادو هما ديال الترموستا، هادو هما ثلاثه ديال الترموستا، هاد ثلاثه الكابليس هادو هما ديال الترموستا، وهادو هما ديال الموتور، وهاد ثلاثه هادو ديال الموتور، وثبتوا معايا الخوت هنايا باش تعرفوا الكابلاج هادي كيفاش كتكابلا. وهاد الجوج اللي بقاو لي هنايا هاد الجوج هادو هما اليمونطاسيون، وتبعوا معايا الخوت. الموتور ديالنا قلنا كيدي النوتر ديريكس، كنجيبو النوتر ها هي وكنعطيوه النوتر، ها هي شفتوا النوتر هنا ديريكس كما كتشوفوا دخلت النوتر هنا وخرجت مشات ديريكت للموتور ديالنا هذاك دفانا اطروا. والفاز ديالنا ها هي شوف دخلت الفاز هنا في البورنا، وهذا خرج الفاز ديريكت تمشي للترموستا الكونتاك، حيت داك الترموستا فيها قلنا كونتاك فيرمي وكونتاك اوفر، يعني كنديو الفاز هي الكومان، وهذا الفاز هذه مره كتطلق لنا في الكونتاك فيرمي ومره كتطلق لنا في الكونتاك اللي مفتوح. ها حنا دينا الفاز، هذه هي الفاز اللي مشات للترموستا هي عندنا في الكومان، انا نوريها لكم تما في الترموستا. وشنو بقى لي هنايا ساعتك؟ بقاو لي هنايا هذا لاطير هذا والنوتر، لاطير كنعطيوها في السونس، سمعوا لاطير هذه انتم دعملوا باللون اللي بغيتوا كيكونوا، هاد لاطير هذه غنعطيوها في السونس اللي كيرجع دروات اللي كيرجع ليمن، هذه في ليمن، هو قال لك هو ملي كان كيشرح لك في الموتور كيقول لك قهوي كيدور في اليمن، ها هو دابا حنا عطينا هذه مع القهوي ديال الموتور، هذه ديال الترموستا هذه راجعه من الترموستا، هذه مجا من الترموستا الخوت، هذه مجا من الكونتاك ديال الترموستا اللي اوفر، هذه مجا من الكونتاك ديال الترموستا اللي اوفر اللي مفتوح، هذه مجا من الكونتاك ديال الترموستا اللي مفتوح، ثبتوا معايا الخوت، وكتمشي لنا في القهوي، كتمشي لنا في هذا القهوي، في القهوي اللي ماشي للموتور، وهاد الزرقاء هي تا هي مجا لنا من الترموستا من الكونتاك اوفر، ايوا الكونتاك فيرمي، الكونتاك اللي مشدود، هذه مجا لنا من الكونتاك اللي مشدود، وغادي مشي لنا في هذا الكحل اللي كيرجع لنا الموتور ديالنا للشمال، ها هي. مشاتنا في هادي شنو صبا عندنا اليمونطاسيون كما قلنا هي هادي فاز ونوتر، الفاز كتمشي لنا للترموستا والنوتر ديريكت كتمشي للموتور، وكيبقاو عندنا جوج كابليات اللي ماجين من الترموستا ديالنا، واحد كيمشي لنا في القهوي ديال الكونتاك اوفر اللي كيمشي لنا باش كيرجع لنا الموتور اليمين، وهاد الزرق اللي كيجي لنا من الكونتاك فيرمي ديال الترموستا ديالنا كيمشي لنا في الكحل باش كيرجع لنا الموتور ديالنا للشمال. نجيو نشوفوا هنا في الترموستا ديالنا الخوت، هاهي كيما تشوف الترموستا ديالنا، دابا الخوت الموتور ديالنا فاش منصوص، دابا الموتور ديالنا فاتح، دابا الموتور ديالنا فاتح، نفتح بين هذا وهذا، يعني زائد كيفتح هذا وهذا، شوفوا الخوت دابا أنا غنطلع الضو وغنريقل الترموستا ديالي في 60، دابا هاد الخوت هاد الترموستا ديال الخوت أنا ريقلتها على التومبيراتور 60، شنو غيوقع هنا؟ دابا فاتح، إذا الما كيدوز هنا كيجي الما، كيجي الما كيدخل من هنا وكيخرج من هنا وكيمشي ليشونجور ديالنا. وهاد الترموستا كتكون راكبه هنا في هذا دوك السوندا ديالها كتقيس، ومني كيسخن ديك الماء كيفوت 60 ديك هاد لي سوندا، هاد لي سوندا هي اللي كتتحكم في هاد لي كونتاكت تشدهم وتفتحهم. مني هاد لي سوندا ديالنا كتسخن مثلا كتكون هي كتقيس الماء هنايا والسوندا كتعبر، شنو كيوقع؟ وكتوصل الماء كيوصل ل 60 درجة دوغري باش كيسخن الماء كيوصل ل 60 درجة، شنو كيوقع؟ هاد الكونتاك هذا اللي كان اوفر كيتسد، ساعاتك كيقطع لنا على هدايا، مني كيتسد هذا شنو كيرجع الموتور؟ هذا اللي كان مشدود كيتفتح
واللي كان مفتوح كيتشد، مني كيتشد هذاك اللي كان مفتوح الترموستات ديال الموتور ديالنا، الترموستات كتعطي واحد الكوموند للموتور والموتور كيرجع بالعكس، كيرجع الموتور ناقص باش كيشد لنا ما يبقاش يدخل الماء لي شونجور، الماء سخون لي شونجور. عاو فوقاش غيدخل الماء لي شونجور حتى كيبرد الماء، وعاود الصوندا كتعلم الموتور ديالنا باللي ان الماء برد، والترموستات عاود كتقلب كتعمل صونص اخر. وهيدا كتبقى العمليه الخوت ساهله العمليه، حيت دابا الخوت دابا الناس انا بغيت نشرح لكم غير الكابلس الطريقه، ولكن دابا كاين الناس اللي ما عرفوش الترموستات الدور ديالو شنو هو، وكاين الناس اللي ما يعرفوش الموتور الدور ديالو شنو هو. هو كان بامكاني نشرح لكم فيديو الترموستات بوحده والموتور بوحده، الخوت الترموستات ديالنا فيها لي كونتاك، هذه باش نجي نشرحها لكم عاود فيديو ديالها بوحده. انا حاولت غير نشرح للناس اللي الناس مكابطيه شي شويه، نشرح لها غير الطريقه كيفاش كيتكابل الترموستات مع الموتور ديالنا الفانا اترو، حيت هاد الكابليس هادو هما هاد الكابلي ديال الموتور والكابلي ديال الترموستات ديالنا كيمشيو للطابلو الخوت، ديما كيمشي هادشي هاد الكابليس كاملين كيمشيو للطابلو، هاد العمليه كامله كتعدل في الطابلو. حنا كيجيو كتجبر الكابلي متيرين الطابلو، وانا عملت ديك لي بورن. علاش عملت ديك لي بورن هادوك؟ باش نسهل عليكم الشرح. كما كنت كنقول لكم قبيلاتي هذا هو اللي مشى للطابلو فيه في لي بورن، وهذا هو اللي مشى للطابلو. حنا جينا عطينا الفاز هنا قهويه هي الكومان، وعطينا هاد الزرق هدايا هو اللي كيعطي لي من، وعطينا هنا فيرج ديال اللاتر هذاك عطيناه كيرجع الشمال. ساهله الخوت، رجع نعاود أكد معكم داك الفيديو في ليبورن باش تعرفوا شنو كاين. الخوت البلان ساهل، هي مش ما نطولوش الفيديو نكثروا هنا في الهضره بزاف. قلنا كتجي اليمونطاسيون ديالنا فازون وتر، ها هي كما كتشوفوا، قلنا الفاز ديريكت هادو هما الخوت، غير ثبتوا معايا باش كتفهموا. هاد ثلاثه هادو عندك زرق ولاطير وقهوي، هادو ما ماشي للترموستا الخوت، هاد الثلاثه ماشي للترموستا، وهاد الثلاثه التحتانيه اللي فيهم زراق وقهوي وكحل هادو ما ماشي للموتور، هادو ما ماشي للموتور، وهادو ما اليمونطاسيون ديالنا اللي ما جينا من الفيزيبل ديال الكومان. هاهما انا جبتهم من هنايا، هاد لي فيزيبل هذا ديال الكومان، هذا كنخدموا به الكومان كيكون ديال 6 امبير. جاو هذا قلنا الفاز مشى ديريكت ديال الكومان ديال الترموستا ديالنا، وغادي يرجع لنا هاد لاطير ديالنا، غنعطيوها في القهوي ديال الموتور، وزرق غنعطيوها في الكحل ديال الموتور ديالنا. الخوت هذا هو الفيديو ديالنا باش ما نطولوش الفيديو كثر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي كومونتير.